على الآفاق بالإبداع سحرا، بنا الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها وسبح. الإنسان في التعريف الدقيق هو المخلوق الأول عند الله. هنا الأفلاك في نحن في مستهل برنامجنا ويتفكرون. برنامجنا في موسمه الأول تحدث عن آيات الله في الكون، وها نحن نتابع الحديث في الموضوع ذاته. هذا العنوان مستمد من قوله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويخل الوعد في مرسى الأمان على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أشرف أن أرحب بفضيلة أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل، نبدأ اليوم في العمق، لكن قبل أن نبدأ في يعني آيات نتفكر بها، لكم كلمة أسمعها منكم تقولون: كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وهذه خطرت لي في نهاية الحلقة السابقة يوم قلنا: ويتفكرون في خلق السماوات فوصلوا ربنا فقنا عذاب النار. فلو تشيرون إلى ذلك. الحقيقة أنه في مسلمات في الإنسان، مسلمات لا تحتاج إلى دليل. من هذه المسلمات أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. يعني إذا كان شركة كمبيوترات من أرقى الشركات بالعالم، وفي جهة حكومية اشتريت منها 1,000,000 جهاز، معقول يكون الدفع عشوائي بلا قرار، بلا عقد، بلا شروط، بلا محاذير، بلا تسهيلات؟ مستحيل. كلما ارتفع مقام الجهة تتصرف لها تصرفات معقولة جدا. فملخص هذا الكلام: كمال الخلق يدل على كمال التصرف. أنا أرى أن هذا الكون في كمال مطلق. الاستنباط الأول المنطقي والحقيقي والدقيق والعميق أن هذا الكون الكامل له خالق عظيم، خالق كبير، خالق رحيم، خالق حكيم، خالق عدل. كمال الخلق يدل على كمال التصرف. الآن أي شيء في الدين مضافة عليه لا تدل على كمال الخالق، ينبغي أن تكون خارج الدين. يعني الكمال مطلق. نحن بنقول لواحد كريم إذا ينفق أموال كثيرة، نقول لعادل قاضي عادل اتخذ 1,000 قرار، عدا 3 ما كان فيهم دقة بالغة، نقول عنه عادل. نسبي. نسبي. الإله مطلق، معنى مطلق يعني 100%. فكمال مطلق، وجود مطلق، رحمة مطلقة. لكن نحن الله عز وجل مربي، فقد يربي الأب ابنه وهو يحبه حبا جما من أجل مستقبله. فأنا أرى أن المصائب جميعا هي أدوات إلهية حكيمة لدفع الإنسان إلى طاعته. ما في مصيبة للمصيبة، هذا شيء يتناقض مع وجود الله ومع كماله. في مصيبة هادفة، فأنا لما بفهم على الله عز وجل أن المصائب هادفة، المصيبة أحيانا بتكون بنقص المال، بالصحة، بقلق، بنقص الأمن، هي كلها مصائب رسالة من الله، رسالة من الله أن يا عبدي
لابد من لفت نظرك إلى خطأ ارتكبته. شيء ثاني، الإنسان بيكبر بعد 60 في عنده ضعف بصر أحياناً، في عنده ضعف سمع أحياناً، في عنده انحناء ظهر أحياناً، في عنده بعض التبدلات. هذه التبدلات لها كمان رسالة ثانية. هذه الرسالة الثانية أن يا عبدي قد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ لذلك هو غير محمود موت الفجأة. بيجي مرض مثلاً، بيستغفر ربه، بيأدي ديونه، بيستسمح ممن ظلمه، بيعطيك مرحلة تصفي علاقاتك قبل أن تقابله. وهذا كله من كماله جل جلاله الذي نستدل عليه من كمال خلقه. وهذه الربوبية. جزاكم الله خيرا أستاذنا الفاضل. لو دخلنا الآن في آية من آيات الله عز وجل نتفكر فيها بصحبتكم جزاكم الله خيرا. يقولون يعني هناك الإنسان ربنا عز وجل خلق له جهاز للتكييف والتبريد من أجل أن تبقى حرارته ثابتة في المعدل الطبيعي. والحقيقة أنه في نقطة دقيقة، المخلوقات أنواع. في مخلوقات ذات حرارة متبدلة كالأفاعي من تحت الصفر لستين أو سبعين، فالأفعى لا تبرد ولا تشعر بالحر إنه متبدلة مع الجو. الإنسان حرارته ثابتة 37، إذا الحرارة 45 يحس بالحر، إذا كان حرارة 30 15 20 صفر يحس بالبرد. الله قال جعل للبشر معايش في القرآن، جعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم فيها معايش، يعني وسائل كسب الرزق. كم مؤسسة بالعالم تعيش على التدفئة؟ وكم مؤسسة تعيش على التبريد التكييف؟ أبدا. على طول الشعر كم حلق فيه بالأرض؟ على المرض كم طبيب؟ الله جعل الدنيا فيها معايش، يعني في وسائل لكسب الرزق من خلال اختصاص. والإنسان يمتحن هنا، صادق أو غير صادق، متقن أو غير متقن. فلما إنسان دفع من قبل الله أساساً لعمل يحترفه كي يعيش منه امتحن في خلال هذا العمل برزقه. شيخنا قلتم درجة حرارة الإنسان ثابتة 37 درجة، الجسم هل يساهم عن طريق كيف يعني يساهم تقريباً لعشر 15,000 غدة عرقية فيه. هي الغدة تفرز ماء بكميات يعني بالصيف معقولة جدا، تبدأ من 200 سنتي إلى 200 سنتي تقريبا. هذا الماء بيعمل حالة اسمها تبادل حراري. لما الماء بيواجه حر بيتبخر، لما بيتبخر أخذ من حرارة الجلد. فكل إنسان لما بيعرق معنى حرارته 14 صارت، قد تكون 40 أو 50، وهذا شيء خطير على حياته. فالتعرق يعني جهاز وقائي ذاتي لتخفيض حرارته. يعني لما بيعرق أفرز العرق، العرق تبخر، لما تبخر امتص حرارة الجلد. فكل إنسان بيعرق 14 حرارته، ما عاد في خمسينات. إذن الغدد العرقية هي جهاز التكييف والتبريد في الجسم. جهاز تكييف بس دقيق جدا. الحقيقة أنه موزع توزيع حكيم. باطن اليد في بالسنتيمتر مربع 480 غدة عرقية، بالظهر في غدد، بالصدر، بالأيدي، بالرأس، موزعة توزيع حكيم جدا. هذه الغدد العرقية من أجل امتصاص الحرارة الزايدة في جلد الإنسان، فتبقى الحرارة حول معدلاتها الطبيعية. تكييف يعني تكييف. نعم. والأشعار سيدي، شعر الإنسان هل يساهم بموضوع؟ والله هو من الشيء الذي يلفت النظر أنه في بالإنسان تقريباً 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة صبغية وغدة دهنية. هذا الشعر العضلي الإنسان إذا برد العضلة بتشد الشعرة بتصير واقفة، بتحجز كمية هواء ساخن أكثر، يشعر بالدفء. لما الإنسان يقول لك وقف شعر بدنه صافي برد، الغدة العضلة شدت الشعرة وقفت، لما وقفت حجزت طبقة هواء ساخن أكبر. أدق من ذلك، الإنسان لما بيبرد أوعية الدماغ الأنف وحدها في معها عضلات، يكون في برد شديد العضلات بتوسع
قطر الأوعية الدموية بالأنف لما تتوسع بيجي الدم 37 حرارته الدم بتسخن، فكل ما كان في جو بارد دا الأنف أحمر يحمر أنفه لأنه صافي عضلات للأوعية بتوسع قطر الوعاء بيجي دم كثير، الدم الكثير 37 حرارته بتلاقي هلأ دخل الهواء ساخن، ولو دخل الهواء صفر إلى الحنجرة ثم إذا القصبة الهوائية في مشكلة كبيرة كثير، فلا بد من تدفئة الهواء من صفر إلى 37 عن طريق دخول هذه الأوعية الدموية وعن طريق عضلات الأوعية الدموية وعن طريق اتساع أقطار الأوعية الدموية حتى يدفق الدم الساخن يدفئ الهواء الداخل إلى الرئتين أو الرئتين. وبالعكس سيدي ربما بقية جسم الإنسان غير الأنف يحجز الدم في الداخل للتدفئة في الداخل طبعا الجسم. طبعا هو الحقيقة عندنا شرايين وأوردة، مثلا بيقول لي طبيب مرة جراح صافي خطأ انفتح شريان وصل الدم لسقف الغرفة، الدم في اندفاع كبير لأنه الشريان عم يتلقى نبض القلب فالله جعله داخل الجسم والأوردة بالخارج، لو واحد أي مكان جرح يتدفق ببساطة فالأوعية الأوردة اللي راجعة بالخارج أما الشرايين بالداخل. نعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان وحده بجسمه والله لا أبالغ لو أمضى كل حياته يتفكر في آيات الله الدالة على عظمته من خلال جسمه لا ينتهي. العين تحتاج إلى سنوات، الأنف، اللسان، النطق، الحركة، جهاز الهضم، جهاز التنفس، الكليتان، العظام، الشيء لا يصدق. جزاكم الله خيرا سيدي، أحسن إليكم على هذه اللفتات والإضافات الجميلة. وأنتم إخوتي الأكارم في نهاية هذا اللقاء بعد أن أشكر فضيلة شيخنا الكريم على ما أفاد وأجاد أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا، تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا، تجلت في ملامحها المعاني وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخل الوعد في مرسى الأمان على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق